خلاص انا لا لا خلاص انا عايزه امشي. تعرفي انت لو ست حقانيه اقفي في صف. انا ما بقفش في صف حد ولا في صفك ولا في صف اي حد. انا عايزه امشي انا عايزه امشي ولما اروح بقى هيحلها ربنا. طب شوفي شوفي ايه اللي نمشي. طيب و اه مش هتمشي غير لما اخلص. كلمه بعد ما نخلصه. طيب لا انا مش بعد ما اتفضحت قدام الناس دي كلها هتمشي وتسيبني. اقعد انا صدقت شفتك. اقعد استاذه بعد اذنك المساله الشخصيه دي بتتحل. ماشي يا فندم ماشي يا فندم. املى الوقت بس اعلان كده لحد ما نهدى بقى ونطلع نكمل الحلقه دي ونخلص. لا انا مش هقعد احضر حلقات. قولي له انا مش مش هقعد احضر حلقات. لا مش هقعد. مش ولا معلش يا هدى مش لا مش هحضر مش هحضر. انا همشي انا عايز امشي. لا انا عايز امشي. مش هقعد مش هينفع اقعد. انا مش هينفع اقعد. ايه البرود ده؟ ما يا اخي قوم خليني امشي. عايزه امشي مش مات مش قاعده مش قاعده. طيب عشان بقول مش قاعده خلاص كده مش قاعده. عايزه امشي عايزه امشي عايزه امشي خلاص عايزه امشي. عاجبك الفضايح اللي فيها؟ انا اللي عاجبني برضو. انا اللي عاجبني برضو. عاجبك الفضايح دي؟ انا اللي عاجبني. مش عايزه اغلط قدام الناس. انت عارفني لما هغلط هنبقى تاني. هغلط هنبقى تاني. طب اقعدي دلوقتي. طيب عشان بقول لك ما تخلينيش اغلط قدام الناس. بص تشوفي يخرب بيتك يا ايمان. اتفرج عليا الناس. يخرب بيتك يا ايمان. انا ما بحبش اتفرج عليا الناس. طب اقعدي. طيب لا لا ده انت بين الاثنين يا حبيبي واقف بين الاثنين ما شاء الله عليك. اعمل حاجه حلوه في حياتك. كان نفسك فيها. طب ما هو طب عايزاني اعمل ايه؟ طب قعد اخيرا خلص حلقه بتاعتي. لا لا ما تبقاش ظالم بقى في الاول وفي الاخر. الاثنين ده انت اتمنيتها ونلتها. واقف بين الاثنين اتمنيتها ونلتها. عاجبك انت كده؟ خديه 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 عيش معاكي. احنا انا متنازله باللي بالكل. خديه خديه خديه. يعني في واحد امن لواحد جاي امشي ونمشي بقى. اقعدي ونمشي. مش هقعد. طب اقعدي مش هقعد. اقعدي طيب مش هقعد. اوعدك. طب اقعدي اوعدك مش هقعد. اقعدي طيب مش هقعد مش هقعد. يلا خلينا. حلوه الفضايح. ايه ده ايه ده إيه حلوه الفضايح دي على الهوا. طب اقعدي. طيب يلا عشان عشان نمشي نشوف ال هو فاضل قد ايه. طيب اقعدي عشان على الهوا يا هدى. كل الكلام ده مش ينفع يا هدى. اعمل ايه يا هدى؟ مش هقعد. فاضل قد ايه يا ايمان؟ فاضل انت عندك بنت زيك زي هدى. اقعدي. فاضل قد ايه؟ طيب طب فاضل قد ايه؟ ما تزعقليش خالص. طيب فاضل قد ايه؟ فاضل قد ايه طيب؟ طب اقعد. اقعد. اقعدي طيب اقعد. مش هقعد انا هقعد على اساس ايه؟ لا خلاص. طب اقعدي نخلصه ده ونمشي. لا نمشي انت هتقعد انا ماشيه. طب لا انا عايزاكي. لا عايزاكي عشان تكلمي رانيا في التليفون دي كانت عارفه. اقعدي. اقعدي انا عايزاكي. طب خلاص اقبلي بقى انت كده. ما انا كل ما بقعد انت بتجيبي لي اسم قديم بيزيد زياده. انا مش عايزاكي تقعدي معايا عشان انت عايزه بقى. ما هو انت مش عايزه تقعديها. انت عايزه تولعي الدنيا. غلطتك وتصلحها. يا بارد يا بارد انت واقف. يا بارد انت بارد واقف كده. طلبتها وقلتها اقف هنا اهو. اقف هنا يعني. انا عايزه امشي. انا عايزه امشي. مشيني بقى. طب ماشي يلا ونمشي بقى عشان لا مش هقدر. مش هقدر برامج يا جماعه. جالنا تليفون على الهوا دلوقتي صوتكم عالي. طب يلا مش هقدر برامج. انت ربنا فيا. لا لا مش هينفع. طب خلاص هقعد اقول ايه يا هدى؟ لو سمحتي هدى لو سمحتي اقعد يا هدى. اقعد يا هدى. اقعد. الله يخليك يا هدى. حرام عليك انا اتوترت. وترتي ايه؟ ما انت خلاص ولعتي الدنيا. الو معانا تليفون. مساء الو. مساء الخير. مساء النور. انا طبعا بتفرج على الحلقه. الحقيقه انا شايف ان في مهزله. الكلام اللي حضراتكم بتعملوه ده خارج ميثاق العمل الشرف الاعلامي والعمل الاعلامي. خناقه على الهوا ما بين ناس عيله ولا ناس واحده مطلقه ولا واحده مخلفه. الكلام ده ازاي يتم السماح بيه يعني؟ يعني اللي بيحصل ده مهزله يا جماعه. مهزله وعيب ان يحصل. والمفروض الـ البرامج دي بتدخل بيوتنا. فانتوا بتعلموا اولادنا ايه؟ انا مش فاهم يعني. انا مش فاهم اللي بيحصل حقيقه. مستاء جدا جدا جدا. واكيد في ملايين المشاهدين يعني يبقى مستائين من اللي بيحصل ده. احنا ما بنعلمش حاجه وحشه. احنا ما قلناش حاجه وحشه. انا بعتذر لحضرتك على اللي حصل على الهوا. يعني اكيد حاجه خارج عن ارادتي. يعني انتم متابعيني بقالكم فتره. ما فيش حاجه حصلت في البرنامج. فانا بعتذر منكم النهارده عن سوء التفاهم اللي حصل في الحلقه. بس فاصل وهنرجع تاني هنكمل مسابقتنا هو وهي. استنونا. خلاص كده احنا في فاصل. والله ما انا قاعده دقيقه. والله ما انا قاعده. بس بقى استني بالله بقى. انا ماشيه انا ماشيه. والله ما لا 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 دي مهزله. اللي حصل قدامي ده اصلا مهزله. دي كده مهزله. الله يسامحك. لا لا ما شاء الله. ده انا جوزي قاعد لها. ده انا جوزي قاعد لها. ده انا جوزي قاعد لها. لا ده الموضوع مهمك قوي. ده انا بقول انا ماشيه انت ما جيتش ورايا. ده انت قاعد لها. ده انت قاعد لها. لا اقعد اقعد عشان تحل الموقف وتشوف البنت ايه وضعها ايه. لا لا اقعد يا حبيبي عشان تحل الموقف شوف الوضع ايه. الاستاذه تقعد والنبي. لا انا مش هقعد. انا مش هقعد. لا مش هقعد. ماضيه. ما انا مالي. ماشيين الاكرام. دخلوه السجن. دخلوه السجن. لا انا مش ماضيه.
دخلوه السجن. انا ما كنتش موجوده. طب هو احنا فاضل قد ايه؟ طيب لا حبيبي روح شوف انت. انا مشيت انت ما جيتش. انت عايز طب ده هو ده مكانه بجد. ده من زمان المفروض. ده نصب عليا. ده ضحك عليا وخدعني. وخد معاك عمر. مش السجن من بدري قوي. سيبني مرحوم. اشمعنى؟ مفيش مشكله. خد معاك عمر وزينه. ياخدهم الثلاثه. كلم ياخد الثلاثه. بابي انا عارفه ان انت بابي. انت بابي. ماما علقت صورك والله العظيم في البيت. ماما علقت صورك. انت خليك معانا. والله انا ما راجعه قاعده. والله ما راجعه قاعده. خلاص انا عايزه اجيلكم حبيبي. انا عايزه امشي. انا روح معانا. بس طبطب عليها. طبطب عليها. حرام عليك. طبطب عليها. تبقى ازاي؟ طبطب عليها عشان بتعيط. بس حبيبي. بس روحي طيب. روحي لماما. وانا لا خليك معايا. خليك عليك يا حبيبتي. عشان هو بيصرف جميل. عشان هو بيصرف جميل. تسيبني معايا شويه. معايا شويه. هو احنا مش قاعده في الهوا. طيب روحي يا حبيبتي. يلا يا مؤمن. بالراحه عليها. مؤمن بالراحه عليها لو سمحتي. بالراحه عليها. اتفضلي يا استاذه. رايحه ولسه اعرفك على عمته حبيبتي. في عمه وفي تيتا كمان لسه موجوده وجده. يعني كلهم موجودين واكيد عارفين. قلت طب انهينا بقى الحلقه. نمشي بقى ولا نعمل ايه؟ طيب انا عايزه امشي. لا 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 ولا تنهي ولا بتنهيش. على الاقل عشان تفهمي في ايه.